بأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق الفنيدق وبالميناء الترفيهي مارينا سمير، رفعت علامة اللواء الأزرق الدولية من جديد. وقد تم منح هذه العلامة لشواطئ المضيق الفنيدق نظرا لالتزامها بالمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وكذا المؤسسة الدولية للتربية على البيئة. عمالة مضيق فنيدق حصلت هذا العام على 5 شارات اللواء الأزرق، 4 شواطئ، شاطئ المضيق المدينة، شاطئ مارينا سمير، شاطئ الميناء وشاطئ الريفيين، إلى جانب الميناء الترفيهي مارينا سمير اللي حصل هذا العام لأول مرة أنه كيحصل على شارة اللواء الأزرق. وهذا كان بالطبيعة نتيجة لمجهودات اللي دارت ولرؤية على أساس أنه نوصلوا لهذه المرحلة هذه ديال الصيف، بأنه كل شيء أنه يعني في حلة جيدة لاستقبال الزوار ولاستقبال المصطفين. حمل شاطئ المضيق لشارة اللواء الأزرق إضافة للعروض السياحية المقدمة بالمدينة يساهم بشكل كبير في جلب السياح من داخل وخارج المغرب. إنه يوم جميل جدا هنا بالشاطئ، كل شيء رائع هنا، جئنا من هولندا وهذا واحد من بين أجمل الأماكن بالمغرب. جينا ممتازة، عندك البحر هذا العام كان الباراسولات بالمجان في مثيل البحر نقي، جينا في مثيل عطلة قبل العيد ولقينا داكشي مزيان زعما. المهم جينا اليوم أنا والأصدقاء ديالي باش نبحروا اليوم في الرينكون. الرينكون معروفة يعني بالنقاوة وجبرنا الباراسولات كاينين. منح اللواء الأزرق يعتبر أحد مكونات برنامج شواطئ نظيفة الذي يهدف من جهة إلى التأهيل البيئي للشواطئ، كما يرمي من جهة ثانية إلى تحسيس المصطفين بالحفاظ على الجودة البيئية للشواطئ، حيث سيرفع اللواء هذا الصيف في 28 شاطئا إضافة إلى مينائين ترفيهيين.